محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. محمد برحب بيك. برحب بيك يا كابتن شادي، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينك الكرام. معلش بقى انا خدت منك حتتين كده كنت ممكن تقولهم انت ولا حاجة، بس انت انا عارف الفريق اللي كله انت معاك. عندك. اتفضل يا محمد، حابب تقول اتفضل. اولا طبعا يعني النهارده تمرين البدايه والكواليس والاستعداد لمباراه النجم الساحلي، تقدر تقول يا كابتن شادي ابتدت من النهارده. خلاص التركيز دي حقيقة. 100%، كل شغل الجهاز الفني بدا من اللحظه دي النهارده على مباراه النجم، سواء في استعداد الفريق من الناحيه الفنيه، في تجهيز المصابين، في امكانيه التشكيله اللي ممكن تبدا المباراه القادمه، كل ده بدا النهارده سواء نواحي نظريه او نواحي فنيه. اولا طبعا حسام عاشور تاكد غيابه بشكل رسمي عن مباراه النجم الساحلي، ونتمنى يا رب يا رب باذن الله في حال استمرار الاهلي يا رب في البطوله انه يلحق حتى النهائي، لان الدكتور خالد قال اكد لي النهارده الاشعه اكدت ان حسام عاشور تعرض لمزق في العضله الضمه، والمزق ده يعني لا قدر الله يعني اقل شيء 4 اسابيع، فنطمئن ان شاء الله لعاشور في المرحله القادمه ويلحق بالاهلي في المشوار القادم باذن الله. لكن بخلاف عاشور وطبعا بالطبع غياب احمد فتحي نتيجه الايقاف الانذار الثاني، الشغل الشاغل لجماهيرنا في التوقيت الحالي متابعه حاله عبد الله السعيد، وليد سليمان، هشام محمد، شريف اكرامي، الاربعه شاركوا النهارده في التمرين وده مؤشر جيد. لكن لما سالت الجهاز يعني هنشتغل تدريجي معاهم الفتره الجايه، لكن يعني من هنا لغايه يوم الاحد اكيد في مؤشرات كثيره ستتضح حول مشاركتهم من البدايه او تواجدهم ولحقهم بالمباراه، تواجدهم على دكه البدلاء، كل الامور دي لسه مش واضحه بشكل كبير لان المشاركه تدريجيه وواحده واحده بالنسبه لوليد، بالنسبه لهشام، بالنسبه لعبد الله السعيد. لكن بالنسبه لشريف اكرامي كابتن طارق سليمان اكد لي ان شريف الحمد لله حالته مطمئنه، النهارده شارك في التدريب الفني مع الكابتن طارق والكابتن، وكان معاه محمد الشناوي الحارس الثاني، وادى تدريبات بشكل كويس جدا، فشريف مطمئن على حالته ان شاء الله هيكون موجود، واستبعاده لمباراه الرجاء هو كان للحفاظ عليه ليس اكثر. وايضا كمان في حراس موجودين على نفس المستوى زي محمد الشناوي واحمد عادل اللي غاب النهارده بسبب نزله برد، وغالبا ممكن بكره ما يكونش موجود او موجود، يعني لسه موضوع ان احمد عادل يكون في التمرين يعني نسبه 50% 50%. لكن الثلاثي زي ما قلت لك هشام ووليد وعبد الله هيبقى تدريجي يا كابتن شادي خلال الفتره الجايه، لكن المؤشرات جيده، يعني عبد الله السعيد النهارده شارك في التقسيمه الجماعيه بشكل كامل من بدايتها حتى نهايتها، وليد سليمان كان في جزء كان بيعمل تدريب بدني تخصصي مع الكابتن انيس الشعلالي وبعد كده شارك في التقسيمه في الجزء الاخير، هشام محمد بيشارك لكن في محاذير ليه عشان ما يكونش في احتكاكات قويه معاه. فمن هنا لغايه الحد ان شاء الله او السبت تحديدا ليله المباراه هتتضح الصوره، لكن ما نقدرش نعلم من دلوقتي هل اساسيين، هل موجودين في المباراه، هل خارج القائمه، لسه لم يتضح بشكل نهائي خلال الفتره القادمه يا كابتن شاهين. محمد الكابتن حسام كان في محاضره كده قبل التدريب وقف مع اللعيبه، احنا خلاص في مجموعه لعبه المباراه اخذ التمرين خفيف وده كالعاده يعني ده الطبيعي يعني بيعملوا استشفاء وبيخرج اللعيبه اللي مشاركه. الكابتن حسام بقى قبل كل ده عمل اجتماع مع اللعيبه كلهم قال لهم ايه؟ المحاضره اللي عملها الكابتن حسام البدري النهارده في ملعب التيتش واستمرت حوالي على فكره حوالي 10 دقائق ربع ساعه، يعني الكلام كله ما بين ان احنا داخلين في مرحله مهمه مباراه الموسم، وفي نفس الوقت بيرفع الضغط عن اللعيبه، يعني هو كابتن حسام من الملاحظ دي حتى في كلامه مع اللعيبه ومن بعد مباراه الامس مش عايزين نتكلم كتير عن مباراه النجم عشان ما نسببش ضغط على الفريق، والفريق نفسه عنده استعداد جيد للمباراه، فمعظم كلامه ان الفرقه التوقيت الحالي ما فيش وقت ان احنا نسمع لاي مشكله، ما فيش وقت ان احنا نتكلم في اي ازمات، الفريق كله على قلب رجل واحد، محتاجين نقف مع بعض المرحله ديت، مباراه النجم الساحلي هي مباراه مهمه جدا لان هي الخطوه اللي هتوصلك للفاينل والبطوله. فالمرحله دي مرحله اللعيبه الكبيره، كابتن حسام كان بيتكلم مع الكل، اي حد كان زعلان مش من عدم المشاركه في المباريات الاخيره لازم يبقى الفريق واقف على قلب رجل واحد خلال المرحله اللي جايه، كل لاعب ليه دور معايا انا عارف توقيته المناسب، عمرو السوليه مثلا كان الاحتمال مشاركته امبارح وبعد كده ما شاركش فهل ممكن يزعل؟ لا، كابتن حسام حتى قال ان عمرو السوليه انا خفت عليه عشان ما يتكررش نفس اصابه حسام عاشور وكان عندي هدف تكتيكي في المباراه. فكل دي اطارات الكابتن حسام والجهاز الفني بيتكلم فيها مع اللعيبه لانه بيشرك الجهاز مع اللعيبه المرحله القادمه، اهميه مباراه النجم الساحلي، بنفكر ازاي في الماتش القادم، ازاي اللعيبه تفكر معايا وتحضر نفسها ذهنيا وفنيا لمباراه النجم الساحلي يا كابتن شريف. محمد حابب تضيف اي حاجه ثانيه؟ الحاجه الاخيره يعني اشعر ان في ثقه كبيره جدا من لاعبي النادي الاهلي، لكن المطلوب من جماهير النادي الاهلي في هذه المباراه 90 دقيقه تشجيع، واللعيبه بجد عندها حماس كبير جدا، نفس الحماس اللي شفته في مباراه الترجي التونسي قبل الفريق ما يسافر لتونس ويلعب هناك ويفوز على الترجي، فان شاء الله بالتوفيق للفريق، الفريق بجد محتاج هذه المرحله انه يوصل، والبطوله دي تحديدا مهمه جدا للنادي الاهلي.
زميلي محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي كان موجود بالتمرين النهاردة ونقل لحضرتكم كل حاجة. محمد أنا بشكرك أنت وزمايلك على المجهود اللي بتبذله.